هي الدقائق الاخيره قبل الوصول الى راس هرم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي بعد اشهر من البحث والتقصي عليكم ورحمة تحسن البغدادي داخل مجمع ذي اسوار مرتفعه في شمال غرب سوريا حيث تمت محاصرته ولكن قبل الدخول الى المجمع قامت المروحيات الامريكيه بغاره جويه على مجموعه من المقاتلين الذين يرجح انهم من اتباعه عندما وصلت قواتنا المهاجمه للهدف واجهنا اطلاق نار دعونا المقيمين داخل المجمع السكني الى اخلاء المجمع حيث غادر احد عشر طفلا وقتل خمسه من مسلحي داعش لم يستجيبوا للنداء لاحقا انتشر الجنود الامريكيون داخل المجمع وجها لوجه مع الجنود زحف البغداد نحو نفق بينما بقي بقية المسلحين معه على الارض عندما دخل النفق مع طفلين صغيرين قد يكون اطلق النار بحسب رواية قائد القيادة المركزية العسكرية الامريكية ماكنزي الذي اضاف ان اربع نساء ورجل قتلوا في المجمع انه لا امر جيد لامريكا ان البغدادي قد رحل ولكن من الواضح ان داعش لم ينته بعد وعلى الاداره ان تتاكد من الحراسه المفروضه على معتقلي داعش وملاحقه الذين فروا سوى المجمع الذي كان يتحصن به البغدادي بالارض صار شبيها بموقف سيارات مليء بالحفر ربما اشاره للفظائع التي تركها تنظيم داعش في كل مكان حط فيه رحاله في حين دفن البغدادي في البحر وفقا لقوانين النزاعات المسلحة ولكي لا يصبح قبره مزارا لمن يحملون فكره او من يوصفون بقنابل داعش الموقوتة